طيب فاهم قصدي حضرتك؟ نرجع للخطوط الحاليه واللي حضرتك اتكلمت عليها فعلا وقضيه المحطات. اولا من امتى هيتم تطبيق هذا النظام وهيتم تطبيقه ازاي؟ احنا قلنا بوضوح شديد جدا 1/7/2018. ومفيش كلام يعني، هو نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك، هو نفس الكلام اللي قلناه بعد كده مرتين ثلاثه. ما اعرفش احنا ليه بنعيد دايما حضرتك عارف للمربع زيرو يعني لازم دوشه. طيب انما هو حضرتك هيتعمل محطات، ودي احنا قلنا لو تفتكر حضرتك قلنا دي عداله اجتماعيه، بمعنى ان النهارده ما حدش بياخد ابدا اي مواصله من المطار لحد مصر الجديده بنفس السعر اللي بياخده لحد مدينه المهندسين، او اللي ياخده نفس السعر لحد الجيزه. فاحنا ازاي يكون عندنا محطات بالحجم اللي عندنا ده كله؟ احنا عندنا حوالي 77 محطه. معقول انا اخد 77 محطه بنفس السعر، واللي بيدفع اربع محطات يدفع زي اللي بياخد 77 محطه؟ طيب وبالتالي يا سياده الوزير يعني ده هيبقى ازاي يتقسم ازاي؟ كل محطه مثلا بسعر ولا مثلا ده هو ده اللي احنا بندرسه بعد اذنك. احنا لا مش كل محطه طبعا، بتبقى كل مجموعه محطات زي بره زي لندن مثلا زي لندن زي باريس زي برلين ده. يعني كل البلاد الكبيره فيها كل وبعدين كل ما بنوسع الشبكه، واحنا بنوسع الشبكه يا استاذ رامي. يعني احنا النهارده احنا بنتكلم السنه الجايه ان شاء الله في 2018 على شهر 10 او بدايه 11 ان شاء الله هنضيف ست محطات جداد لحد نادي الشمس. السنه اللي بعدها هنضيف محطات ست محطات كمان لحد الربط مع محطه المستشار عدلي منصور اللي هي على حدود على طريق الاسماعيليه. فاحنا عندنا كل سنه ان شاء الله من هنا ورايح هتسمعوا عن محطات جديده بتخش. هل معقوله ان كل ما بنزود المحطات دي يبقى السعر موحد؟ يبقى كلام يعني مش لوجيك طبعا، ومفيش حد في العالم بيعمل كده، ولا حتى في مصر في ده الميكروباص مثلا بياخده من اول الشارع لاخر الشارع بيدفع مبلغ غير اللي بياخده مثلا على عشان يعدي مثلا الناحيه. يعني كلام يعني معقول يعني. طيب وبالتالي لسه لم يحدد كام محطه بكام او يعني لا لسه خالص لكن تمام. احنا بنتكلم في اسعار ايه يعني لو بتدرسوا كام؟ احنا بنتكلم يعني حتى الناس كلها يعني بتتكلمي على 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 نقله مثلا كل سنه تسع محطات. يعني اللي بيتكلم على في تسع محطات مش هيتاثر، هو هي نفس التذكره العاديه. انما اكثر من مثلا من تسعة دي ليها حسبه. احنا يعني ممكن بعد اذنك يعني حضرتك لو تتركيني لسبب بسيط قوي، احنا بنحسبها بحيث ان احنا برضو نغطي فرق سعر الكهرباء. لان احنا مثلا عندنا في 1/7/2017 زادت علينا الكهرباء جدا في المترو، كلفتنا حوالي تقريبا يعني هتكلفنا في السنه حوالي 90 مليون جنيه. يعني احنا من 90 مليون جنيه احنا بندفع كهرباء. انت عارف الكهرباء في المترو غاليه جدا طبعا، لان احنا بنشتغل على حاجه اسمها هاي فولتج واكسترا هاي فولتج. يعني عندنا الخط الاولاني بيشتغل على هاي فولتج او جهد عالي، بيستهلك حوالي 12 مليون كيلو وات ساعه في الشهر. بينما الخط الثاني والثالث ده بنشتغل على حاجه اسمها اكسترا هاي فولتج، ده بيستهلك حوالي 18 مليون كيلو وات. يعني الاثنين تقريبا 30 مليون كيلو وات ساعه في 30 قرش. يعني احنا بنتكلم او في حوالي 30 قرش فرق سعر، يبقى احنا بنتكلم في حوالي 8 مليون جنيه شهريا فرق سعر الكهرباء من 1/7/2017. طيب انا عندي 1/7/2018 في موجه ثانيه من زياده الكهرباء اكيد يعني طبعا. هو ودي اعلنها الدكتور شاكر ودي معالي وزير الكهرباء، فاحنا هنشوف السعر هيبقى ايه وهنظبط المحطات على ضوءها الكلام ده. طيب. بس يعني مش هتبقى الرقم اللي حضرتك بتقولي عليه ده خالص. يعني احنا كانوا بيتكلموا من 2 هيزيد معرفش يبقى 6 جنيه، ال 2 جنيه هتبقى 6 جنيه، يعني سمعنا ارقام كتيره بس انا عايز اكون دقيقه. بص يا فندم انا هقول لك بوضوح شديد جدا. تدرسوا كام يعني مثلا؟ ايوه احنا مش هنتجاوز الرقم اللي حضرتك بتقولي ده. لو واحد خد المحطات كلها، ودي حاجه مش ممكن حد في الدنيا هياخد 78 محطه ولا 90 محطه بتاعه المترو الانفاق. يعني ده واحد بقى بيلف بقى بيها كل لا طبعا يعني بريبوستريس. يعني هو هياخدها مثلا من شبرا للمنيب اقصاها دي مثلا 25 محطه. انت فاهم قصدي حضرتك؟ عندنا محطه الحلوان المرج دول حوالي 40 محطه. يعني اللي اقصده ان انت ما عندكيش الموديل ده ان حد هيلف المحطات كلها
بحيث ان هو يخش على الرقم العادي. طب ما تعمل زي اويستر كارد زي اللي بيتعمل في لندن يا دكتور، اللي هو احنا هنعمل كده يا فندم، اشتراك سنوي مثلا. طب هيبقى في يا فندم، احنا ما زال في اشتراك سنوي، واحنا عندنا في اشتراك للطلبه 3 شهور، نعمل 3 شهور للطلبه كمان. ليه؟ عشان السمستر الاولاني بيبقى مثلا شهر 10 11 12، بعد كده السمستر الثاني بيبقى شهر 2 3 4، فاحنا بنعمل لهم دايما اشتراك الطلبه، بنعمل لهم 3 شهور. هل الطلبه هيتاثروا الموظفين؟ يعني نسبه الطلبه التاثير على الطلبه هيبقى يعني مارجنال خالص، يعني حاجه بسيطه هامشي خالص. المعاشات احنا قلنا وخدين القرار ده قبل كده مع المعاقين، مفيش تاثير عليهم خالص. انت فاهم قصدي حضرتك؟ هيبقى بس هيطبق عليهم نظام المحطات بنفس النسبه اللي هو مطبق عليهم حاليا. طيب. الموضوع بسيط يعني، بس هي زي ما قلت لحضرتك احنا بنحقق حاجه اسمها عداله اجتماعيه، ان مش معقول اللي يركب 3 محطات زي اللي بيركب 80 محطه.